الفنانة المصرية وفاء عامر تثير الجدل بتصريحات جديدة اعتبرتها النساء صادمة وغير عادلة، وذلك عبر لقاء تلفزيوني. قالت وفاء إن خيانة الزوج سببها الزوجة، وأرجعت ذلك لأسباب مختلفة. طبعاً أولها أن المرأة لم تحسن اختيارها لزوجها الذي من المفترض أن يحافظ عليها أو أن يصبح أباً لأولادها. أضافت الفنانة أيضاً أن حتى طلب الطلاق من جهتها سيكون قراراً غير صائب، لأن على حسب تعبيرها البيت حيتهد وحيبقى فيه أولاد مشردين ومعقدين. بالمناسبة فاطمة، هي ليست المرة الأولى التي تصرح النجمة المصرية بآراء صادمة عن الرجل والمرأة. سبق وأن قالت إنها لن تطلب الطلاق أبداً حتى لو تعرضت للخيانة. المزيد في المقطع التالي. بتهيألي إنها واخدة حقها شوية السيدة المطلقة. إمتى ممكن تطلب الطلاق؟ أنا عمري ما هطلب الطلاق. لو عمل إيه باللذي؟ لو عمل إيه؟ مهما عمل؟ مهما عمل، لأنه له حاجات كتير قوي تشفع له في قلبي. حتى لو خانك هبقى أنا السبب. ده إيه الجمال ده؟ أنت السبب؟ أهو أكيد. ممكن تبقى وفاء عامر السبب؟ أكيد. أهو يا حبيبي يا محمد. أهو يا حبيبي يا محمد. قمر. من مصر استطلعنا آراء الرجال والنساء، والسؤال ما رأيك في رأيي؟ يقول أن الزوجات هن سبب خيانة الزوج. نتابع. الست مش هي بتكون سبب الخيانة في معظم الأوقات، يعني في معظم الأوقات، لكن في حالات طبعا هم بيكونوا سبب الخيانة، بس لو في تقصير منهم يعني. إنما احنا بطبعنا احنا بنحب إن احنا نزود، يعني كل إنسان هو يعني مكلف عاقل بالغ قادر إن هو يتحمل عواقب تصرفاته، فبالتالي مش هينفع أبقى إنسان كبير ومكلف بنفسي إن أنا أرمي أو ألقي المسؤولية بتاعت غلط أنا عملته على حد تاني. أكيد هي بقى لو هي مقصرة، فهي دي لو مقصرة أكيد هو ممكن يبص لحاجة تانية. بصراحة أتفق مع الرأي ده، لأن فعلا الستات وهي خارجة بتبقى مهتمة بنفسها قوي ويعني على قمة شياكتها، وفي الآخر بيروح البيت يلاقي صورة تانية خالص مختلفة. للأسف هي بس بتلبس وبتتزوق وهي خارجة، لكن في البيت بتبقى صورة عكس كده خالص، فهو ما بيحبش يشوف الصورة دي زي ما شايفها بره، عايز يشوفها جوه. مش حد لوحده، هو لا إما الزوج ذات نفسه مهمل وبيحب يبص بره وده طبع، لإما الزوجة مش مهتمة بنفسها فهو بيحاول يدور على الكلام ده بره، لكن مفيش حاجة ده أو ده، هو حاجة نسبية، لا ده لا ده. تباين في وجهات النظر يعني في الشارع المصري حول هذه القضية تحديدا. عموما ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي بالأهرام أبو العباس محمد، وكذلك أيضا المحامية بالنقد مها أبو بكر. أهلا بكما. أهلا بكما أستاذ أبو العباس. أبدأ معك، يعني ما رأيك؟ على الخير. ما رأيك يعني في ما سمعت من آراء من الشارع المصري حول هذه القضية تحديدا؟ طبعا يعني هذه آراء نقدر نقول نعتبرها في حكم المعتدلة، لأن فعلا الزوجة تلعب دورا، والزوج لما يكون يعني في خصلة زي ما بقول العين الزيغة الاثنين بيكملوا بعض، لما الزوجة بتساهم بإهمالها لزوجها فبتبدأ العين الزيغة هنا بتتحرك وتبحث عن البديل اللي هو الراجل لم يجده. طيب في زوجته. طيب سيد أبو العباس، يعني أنت مباشرة وبوضوح أنت مع الاتجاه اللي بيقول أنه يعني إهمال المرأة لزوجها هو سبب لخيانة الزوج، صحيح؟ إلى حد ما يعني بيلعب دور في هذه المسألة، فضلا عن سلوك الزوج نفسه أو يعني رغبته هو يبدأ في ربما التعددية في تبدأ في أنه الرجل لديه يعني خصلة أو ميزة العين الزائغة ربما. سيدة مها، يعني ما رأيك في هذا الطرح؟ كيف تردين؟ قولا واحدا، يعني إذا رجل خان زوجته فالعيب عليه،
بتبقى فراغه عين، بتبقى عينيه زايغه، بيبقى يعني غير مكتمله الاراده اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بيها كبني ادمين. مش منطق ابدا ان انا اقول انه الست هي تكون السبب وهي الضحيه. يعني فكره يعني الظلم يعني انه ناخد من حق الست حتى حقها ان هي تبقى ضحيه، يعني ده منتهى الظلم في الحقيقه. يعني احنا نبرئ الرجل وان احنا نعمل له يعني تبريرات عشان نفلته من العقاب الاجتماعي او العقاب الشرعي او حتى القانوني، ده قمه الظلم. وفي الحقيقه انا مستاء جدا. مش بحث عن مبررات بقدر ما هي معرفة للأسباب. هي الكارثة برضو فين يا أستاذ محمد؟ إن إحنا الكارثة إن إحنا في وقت بنحاول إن إحنا نعلي من يعني ثقافة المرأة فيما يتعلق بكيانها ومكانتها وثقتها بذاتها وأيضا وجودها في المجتمع، ففي الوقت اللي إحنا بنقول لها فيه اتكلمي ما تخافيش على أي ظلم ممكن يكون واقع عليكي عشان نقاوم المجتمع. طيب حلو، يعني الحوار اتكلمي واحكي وتحاوري. أعود إليك هنا سيد أبو العباس، يعني أليس هناك طرق أخرى حتى للشخص اللي كما قلنا عينه زايغة ممكن يلجأ إليها قبل أن يخون الزوجة إن كانت مهملة إلى نفسها، يتحدث إليها، يحاول معها، يحاول الحديث إلى الأهل، الأقارب، الأصحاب، إلى أي أحد ممكن أن تستمع إليه المرأة قبل أن يقدم إلى هذه الخطوة، أو حتى ممكن نتحدث إلى الانفصال أو ما إلى ذلك، حتى يعني يشير للمرأة أهمية رغبته في أن تهتم بنفسها أو أيا كان ما يريد من المرأة. بالتأكيد الرجل لا يذهب إلى هذا الطريق إلا بعد محاولات كثيرة، وبتكون دايما رغبة الرجل في الاستقرار في بيته مع زوجته. وغالبا يعني دائما ما يكون الرجال يعني بيدللوا زوجاتهم إلى حد كبير، لكن للأسف الشديد هناك نسبة يعني ليست بسيطة من الزوجات بتيجي في أيام الخطوبة وقبل الزواج، يعني بتبقى ملكة جمال بتتحلى دائما بالسلوكيات بالشكل الاهتمام إلى آخره، وبمجرد زواجها بعد فترة ويعني تدخل في مسألة الإنجاب أو غيره تنسى الزوجة تماما أنها امرأة يجب أن تكون جميلة في عيون زوجها. ولا طيب سيد أبو العباس، ألا ترى أن الشارع ربما إهمال المرأة لنفسها يعني حاصل بسبب إهمال الزوج لها منذ البداية وإلقاء المسؤولية عليها بشكل كبير؟ اسمح لي أن أعود إلى السيدة مها هنا. يعني لا 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 يعني دعيني يعني في ثواني معدودة. نعم، إهمال المرأة لنفسها يلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع، وهنا الرجل يبدأ يفكر في الأمر ليبحث عن البديل، لأنه في النهاية المرأة في عينيه هو يعني زي ما بقول الجمال والعواطف وأشياء كثيرة، لكن حينما يرى يعني يدخل إليه مشكلة قبل ما ينام تقول له حكاية طيب لضيق الوقت سيد أبو العباس تقول له اسمح لي إلى آخره. ولكن أنا كنت أسأل أنه نعم. إهمال المرأة لنفسها وعودته إلى المنزل ليراها بهذا المنظر ربما لأنه ألقى عليها مسؤوليات فوق طاقتها وهو لم يتحملها، ولكن دعني أعود إلى السيدة مها. يعني أراك يعني تهزي راسك في الموافقة، ولكن سؤالي لك هو تصريحات جريئة من شخصيات معروفة للبشر هل تؤثر بشكل كبير على أيضا ردود فعل العالم حول هذه المشاكل وحول هذه المواضيع الشائكة ربما في مجتمعاتنا؟ طيب خليني أقول لحضرتك أنه منطق أنه هو يعود إلى المنزل ويجدها يعني في غير الصورة التي كان يريدها نظرا للمسؤوليات الملقاة عليها، إذا هي بالنسبة له الجمال فهو بالنسبة لها المسؤولية، بدلا من أن يشاركها المسؤولية فيما يتعلق بالأبناء أو فيما يتعلق بالمسؤولية الحياتية يبحث عن بديل خارج المنزل، هذا أيضا يعني ظلم كبير على المرأة. طيب الفكرة كمان أنه إذا هو تخلى عن مسؤوليته إحنا ممكن نبرر لها أن هي تشوف رجل آخر برضه يشيل معاها المسؤولية، يعني إذن ده منطق معيب بالكلية. فيما يتعلق بفكرة أنه الشخصيات بقى العامة أو المشاهير اللي يتحدثوا عن أمور بهذا الشكل
طبعا بتأثر كتير جدا فيما يتعلق بالوعي المجتمعي، واحنا للأسف عانينا من ده من عقود ماضية عن التحدث عن المرأة أو الصورة الذهنية عن المرأة أنها الكائن المفعول به. فإن احنا نعود مرة أخرى إن احنا نتكلم عن المرأة أن هي المفعول بها بدل من أنها الشريك وبدل من أنها سند وبدل من أنها صاحبة المسؤولية الاجتماعية في المنزل وأيضا في المجتمع، الحقيقة ده بيسحبنا سنوات أخرى لسنوات الظلام مرة أخرى إلى الخلف. ونتفق يعني كمان يعني أستاذة مها إنه الرجل اللي عينه فارغة مهما عملت المرأة يعني حتظل عينه فارغة وحيخون كمان. أنا أشكرك جزيلا. صحيح. كمان عايز أقول إن أضيف حاجة أخيرة إن ده بيهدد أي شغل بتعمله الدولة، أي جهود بتعملها الدولة. يعني هو بالفعل موضوع شائك سيدة مها، والحديث يطول في هذا الموضوع ولكن للأسف انتهى وقتنا معكم. هذا جزء من الحياة الزوجية. أشكركم جزيل الشكر السيد أبو العباس محمد والمحامية بالنقد مها أبو بكر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.